لكن ما مراه الخير بدم القاد القادر. النتائج التي أظهرتها يوم أمس المفوضية الانتخابات هي نتائج مزورة 100%، وهذا الاعتقاد قد بات واضحا للجميع، ونحن كمتظاهرين سلميين ما زلنا متمسكين بساحة التظاهرات، وما زلنا متمسكين باعتصامنا السلمي، وكذلك التمسك بمطالبنا الأولى والأخيرة وهي إعادة النظر بنتيجة الانتخابات. فقد نلجأ في الأيام القادمة إلى المحاكم الدولية، لأننا قد رأينا تخاذل وتعامل بصورة غير جدية من المحكمة الاتحادية في العراق. نرفض هذه النتائج بصورة كاملة وتامة، ونحن مستمرين بالاعتصامات لحين تنفيذ مطالبنا، ومطالبنا معروفة. انطونا نتائجنا الحقيقية وليس المزيفة، واتركوا ما في الخارج والضغوطات الخارجية اللي أثرت على الانتخابات وحتى على الهيئة القضائية على الانتخابات. نتائج مزورة ونرفضها قطعا وبتاتا ولا نرضى بها، ونحن باقون على اعتصامنا إلى حين تغيير النتائج أو الرضوخ إلى مطالبنا.